النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الخاصة بالأردن، والتي نتحدث بها بشكل مفصل أكثر عن الموجة الحارة التي تؤثر وبدأت بالتأثير نهار هذا اليوم السبت، ومن المتوقع أن تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة لمدة أسبوع على الأقل، ولكن بشدة يعني متفاوتة. نهار هذا اليوم يعتبر هو أول أيام هذه الموجة الحارة. درجات الحارة سجلت تقريبا في شرقي العاصمة عمان حوالي 40 درجة مئوية، وصلت إلى حدود حوالي 43 درجة مئوية في العقبة، كانت حول 45 و46 درجة مئوية في مناطق الأغوار. كما تميزت المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة بارتفاع لافت على درجات الحارة، وسجلت أيضا درجات حرارة تقريبا قريب 40 درجة مئوية، شمل ذلك أجزاء من محافظتي عجلون وأيضا البلقاء، بالإضافة طبعا إلى كل من جرش وإربد. طبعا غدا بمشيئة الله تعالى يتوقع أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة المسببة لهذه الموجة الحارة، من المتوقع أن يتدفق هواء شديد الحرارة باتجاه المملكة، ومن المتوقع غدا أن تسجل أغلب مناطق المملكة درجات حرارة أربعينية، تكون أكثر بكثير وأعلى بكثير من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام، كما أنها تقترب من 50 درجة مئوية في مناطق الأغوار الوسطى على وجه التحديد، وبعض أجزاء من الأغوار الشمالية بمشيئة الله تعالى. مع تدفق هذا الهواء شديد السخونة والحار جدا، ومع حركة هذه الكتل الهوائية الحارة، من المتوقع غدا أن تنشط الرياح الشرقية بمشيئة الله تعالى. هذه خرائط محاكاة لسرعة واتجاه الرياح مع ساعات صباح يوم الأحد ونهار يوم الأحد. كما نلاحظ أغلب مناطق المملكة ستشهد بمشيئة الله تعالى رياحا ما بين شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون نشطة بشكل لافت فوق المرتفعات الجبلية. هذه الرياح هي جافة غير معتادة أثناء حدوث الموجات الحارة في المملكة، سنشعر برياح ذات درجات حارة عالية جدا، كما أنها لا يستبعد أن تثير بعض الأتربة والرمال أثناء نشاطها في بعض المناطق الصحراوية. وبالتالي غدا الأحد من المتوقع بأن يكون الطقس بجانب أنه أيضا شديد الحرارة في أغلب المناطق، لأنه لا يستبعد أن يكون مغبرا أيضا في بعض الفترات والأحيان بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع نهار يوم غدا أو خلال اليومين القادمين، ونبدأها من اليوم فقط بسبيل المقارنة، إذن هذه خريطة محاكاة حاسوبية يتم إنتاجها لمعرفة كيف ستكون وستبدو عليه درجات الحرارة على سطح الأرض. فنهار اليوم السبت كما نلاحظ بأن مناطق المرتفعات الجبلية الجنوبية التي هي باللون المائل الأصفر كانت بها درجات حرارة أكثر اعتدالا في أكثر، وبالمقارنة مع معظم مناطق المملكة، في حين كانت أعلى درجات حرارة مسجلة بهذا اللون والمناطق التي تعتبر مناطق الأغوار في الحدود المتاخمة بين الأردن وفلسطين. أيضا كما نلاحظ هذه الألوان تشير على ارتفاع كبير في درجات حرارة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة. لكن نرى يوم غد الأحد اللون الأحمر في كل مكان، ودرجات الحرارة تفوق معدلات 40 درجة مئوية في معظم مناطق هناك. هذه فقط على سبيل المقارنة ما بين السبت وهذه يوم الأحد، درجات الحرارة مرتفعة للغاية، ولكن بالرغم من ذلك تبقى جبال الشراء، مرتفعات جبال الشراء، هذه المناطق ستكون الأقل تأثرا بهذه الموجة الحارة، طبعا نظرا لطبيعتها من ناحية الارتفاع عن مستوى سطح البحر، ولكن تبقى بالنسبة لمعدلاتها لتلك المناطق هي الأجواء حارة. نلاحظ أن المناطق الشمالية الغربية من المملكة ستشهد يعني ارتفاعا كبيرا وملموسا على درجات الحرارة، تتجاوز درجات حرارة 40 درجة مئوية، تصل إلى حدود 43 درجة مئوية في مناطق مختلفة من محافظة إربد وجرش وأجزاء من أيضا محافظة عجلون حتى وصولا إلى البلقاء، وأيضا حتى مناطق مثل جنوب غرب العاصمة عمان، مناطق مثل مرج الحمام، وأيضا حتى محافظة مأدبة. هذه المناطق بالعادة في الموجات الحارة في فصل الصيف تكون الأقل تأثرا نظرا لوقوعها على الطرف الغربي من المملكة، وتستقبل رياح من البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذا الأمر غير موجود في هذه الحالة الجوية.
بمشيئة الله تعالى. طبعا مناطق الأغوار الشمالية والوسطى قد تصل في بعض من تلك المناطق 50 درجة مئوية. أيضا نراقب بأن الأحوال الجوية مهيئة أن تسجل بعض محطات المملكة درجات حرارة قياسية غير مسبوقة نظرا لتأثر هناك بهذه الموجة الحارة. يوم الاثنين نلاحظ هناك على الوجه التحديد المناطق الجنوبية من المملكة هناك تراجع في تأثير هذه الموجة الحارة على المناطق الجنوبية، لكنها تبقى بوجه عام متركزة في المناطق الشمالية والوسطى. هناك تراجع طفيف متوقع يوم الاثنين، لكن درجات حرارة أربعينية بوجه عام. المحاكاة الحاسوبية لحركة الكتلة الهوائية الحارة في طبقات الجو، إذا هذه الأحوال الجوية نهار هذا اليوم، هذا اللون الرمادي ينم على وجود الكتلة الهوائية شديدة الحرارة تتحدثنا عنها خلال اليومين الماضيين، وهذا تقريبا اللون الفاصل ما بين الكتلة الحارة نسبيا والكتلة ذات شديد الحرارة. نلاحظ اندفاعها لأغلب مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط. غدا يتوقع الأحد تعمق هذه الكتلة وصولها للأراضي اللبنانية والفلسطينية، وأيضا تمركزها فوق المملكة، مما سيعمل على وجود أجواء شديد الحرارة في أغلب مناطق المملكة. يوم الاثنين تمتد هذه الكتلة الهوائية الحارة تغطي أيضا معظم الأراضي السورية، وتكون ممتدة من شمال غرب المملكة العربية السعودية في المملكة، يكون هناك مركز لها، وتمتد أيضا نحو الشمال لتصل أيضا مناطق الأراضي السعودية السورية عفوا، وتغطي معظم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط. لكن يوم الثلاثاء يتوقع أن يحدث تراجع لهذه الكتلة الهوائية الحارة، تحركها قليلا نحو الشرق. يعني إذا فيما قارنا ما بين يوم الاثنين والثلاثاء، نلاحظ تحرك هذه الكتلة شرقا مبتعدة قليلا عن المناطق الغربية من بلاد الشام، وهذا سيعمل على تراجع في وطأة الحر، ولكن بشكل عام تبقى الأجواء حارة بشكل عام. وهذا ما أشرنا إليه سابقا بأن الموجة الحارة موجودة على مدار أسبوع، إنما قد تكون ذات شدة متفاوتة من يوم إلى آخر. عودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، الأجواء هذه الليلة ستكون كاتمة ودرجات حرارة مرتفعة للغاية، ستكون أجواء حتى أنها حارة نسبيا في بعض الفترات وفي بعض المناطق. درجة حرارة الصغرى هذه الليلة ستسجل يعني كحد أدنى 26 درجة مئوية، وهي تقريبا مشابهة لدرجات حرارة عظمى سجلت سابقا في بعض مناطق خلال شهر 8. الأجواء هذه الليلة سنلاحظ عليها تغييرا ملحوظا، وسيكون نوعا ما الطقس مزعج هذه الليلة، ولكن الأجواء بوجه عام ستكون صافية مع النشاط في الرياح الشمالية الشرقية في بعض مناطق المملكة. غدا الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. الطقس غدا سيكون يعني شديد الحرارة في أغلب المناطق خاصة في ساعات الظهيرة والعصر، شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة وبعض مناطق البادية طيلة ساعات النهار. تتجاوز درجات الحرارة غدا الحاجز 40 درجة مئوية في العديد من القرى والمدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان، تقترب من 50 درجة مئوية في مناطق الأغوار الوسطى والشمالية، وتكون ما يتجاوز 45 درجة مئوية في باقي مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تكون الرياح غدا جنوبية شرقية ما بين أول شرقية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، نشاط هذه الرياح سيعمل على إثارة الأتربة والرمال على فترات، وتكون درجات الحرارة غدا بشكل عام أعلى من معدلاتها ما بين 7 إلى 10 درجات مئوية، وفي بعض المناطق أكثر من ذلك بشكل عام. دعونا نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها شمالا من إربد لتسجل تقريبا 43 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا، أجواء شديدة الحرارة الصغرى 26، جرش كذلك أمر 43 إلى 27، المفرق من 42 إلى 26. أما في عجلون تسجل 40 درجة مئوية، تلك المحافظة التي تتمتاز بالثلوج في فصل الشتاء، تسجل غدا 40 والصغرى 25 درجة مئوية. العاصمة عمان غدا تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، تسجل تقريبا كمعدل حوالي 41 درجة مئوية. في شرقي العاصمة عمان قد تصل إلى 43 درجة مئوية، وهو رقم قريب جدا من الرقم القياسي المسجل سابقا في العاصمة عمان. هذه العظمى الصغرى 27، في السلط 40 إلى 27، في مأدبة من 41 إلى 24، وتعتبر غير معهودة درجات حرارة في مدينة مأدبة. في البحر الميت 48 درجة مئوية درجة حرارة العظمى غدا، والصغرى 30 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 43 إلى 26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك من 38 إلى 25، في الطفيلة من 38 أيضا إلى 25، تكون في جبال الشراء من 35 إلى 26، وتعتبر أقل المناطق تأثرا بهذه الموجة الحارة. في معان من 39 إلى 25، وفي خليج العقبة تقريبا ما بين
41 إلى 45 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، والصغرى لدى حوالي 28 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة في الرويشد من 40 إلى 24، في الصفاوي من 42 إلى 25، وفي الأزرق من 43 إلى 26 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا كما تحدثنا الأحد من 41 إلى 27، تراجع قليل متوقع يوم الاثنين على درجات الحرارة، لكنه لا يذكر أجواء شديدة الحرارة، وتصل إلى حد 40 درجة مئوية العظمى في العاصمة عمان، الصغرى 25 درجة مئوية. كما ذكرنا يوم الثلاثاء تراجع في وطأة الحر، سيكون ملحوظ في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها الأجزاء الغربية من العاصمة عمان، تسجل درجة الحرارة تقريبا يوم الثلاثاء في العاصمة عمان 37 درجة مئوية نهارا، والصغرى 23 درجة مئوية. نعيد ونذكر مرة أخرى بالتنبيهات والتوصيات الهامة الواجب أخذها بعين الاعتبار بأن تأثر لك بهذه الموجة الحارة الاستثنائية، والتي نبدأها بالنصيحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة طيلة ساعات النهار، وبالأخص في المناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، فعلا الأجواء غدا ستكون يعني استثنائية في هذه المناطق. الأمر الآخر، ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل. وأيضا الأمر الآخر هو بالنصيحة بعدم بذل الجهد البدني في الخارج غدا نهارا مع سطوع الشمس وبسبب هذه الأجواء الحارة جدا. أمرين آخرين هامين نعيد ونذكر بهما، وهما الأمر الأول يتعلق بعدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة غدا بسبب الارتفاع الكبير على درجات الحرارة. المركبات والسيارات بشكل عام مع وقوفها واستقبالها لأشعة الشمس لفترات طويلة تصبح ذات تسخين داخلي، درجات الحرارة داخل المركبات قد تصل إلى أكثر من 80 درجة مئوية أحيانا، وبالتالي يجب علينا الانتباه من ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة حتى لا يعني لا قدر يحصل لهم أي مكروه. أيضا نفس النصيحة بشكل آخر بالنسبة لترك بعض الأدوات والمواد داخل مركباتنا خاصة في هذه الظروف، لا سيما الأمر الأول هو عدم ترك معقمات اليدين، وأيضا العبوات المضغوطة بأنواعها المختلفة، العطور واسطوانات الغاز، الولاعات، وأيضا حتى بعض البطاريات والأجهزة. بشكل عام درجات الحرارة مرتفعة للغاية، وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه من هذه الأمور خلال فترة تأثير هذه الموجة الحارة، وخاصة غدا يوم الأحد. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية والموجة الحارة في المملكة. أدعوكم دائما ليصلكم كل ما هو جديد بتحميل تطبيقنا تطبيق طقس العرب، وأيضا زيارة موقعنا الإلكتروني طقس العرب، أو حتى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.